رجاء بسكوتة ديال أصغر وحدة معنا نفس الطاف يا رجاء. ألو أرى تشوف هو فين وصلتي هذا كتستف بالخضرة ياك وفاضل نسي شوية كديتي المجاج شوية ديكالاج صغير. ها هي المخرقة ديالنا زعفران شعرة واللوز شفتي اللوز خاصو يتنيل باش ما يتقطعش العجينة. ايوا دابا انت جابلك العوين ياك هادو بريوات ديال القمرون وهادو بريوات ديال الكفته وهادي سعيده العجيبه. شنو مازال خاصك؟ عندي سيفود بسطيله تبارك الله. استاذ خالد كدير لاباس عليك؟ لا كديري لاباس عليكم واش مبروكه الله يبارك فيك. علاش دابا الناس اللي كيجيو عندنا الضيوف ديال باب منصور كلهم عزيز عليهم انت؟ انا ممكن الابتسامه وداك الهضره عاوتاني هو مراكشي اخر الحوته كيقول لها الحوته اللي بيتي مرحبا بكم ان شاء الله في رمضان كاين واحد المفاجاه الله يعطيك الصحه ان شاء الله كبيره 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 بزاف معنا اجواء بحال ماشي بحال كاين في المغرب بحال في المغرب. سي محمد انا جايه عندك اجي واش دابا انت اجي بغيت غير بالصحه والراحه الحريره كي جات الوغ المدير ديالنا سي محمد واش عمرك شي واحد يشرب كوكا مع الحريره سخونه كتشرب الحريره سخونه وتدوزها في العرق عرقتك والله انا شويه مبردو والله انا شويه اقسم بالله كي جاتك الحريره دابا غير عطيني رايك بكل صراحه والله ياك كتحس بهذيك والله انا راه ماشي خير ولا شي حاجه بصحه وراحه كتحس براسك ضار ياك ضار ولكن انا حيد عليك هاد الثلج وهذا شنو الحريره صحيح بصحتك وراحتك اخي بارك الله فيك الله يبارك فيك علينا وعليك ان شاء الله ان شاء الله واخا الله يسلمك لا تفشي الاسرار لا تفشي الاسرار يا سي محمد اول واحد دار دبي ياك ان شاء الله باذن الله الله يسهل بارك الله فيك صحة اسمح لي قطعت الماكلة ديالك اسمح لي عم شفتش قلتي كملت عشان كده بغيت نعشي شنو انا كنصور وما قلتهاش لك ما قلت لك شنو كنصور ان شاء الله مرحبا بكم وغادي يكون فين غدا بعدا فين غدا بعدا غادي نشوف هي الريسبشن شحال عندي ديال يلا اجي ان شاء الله في عشية اها اجي نمشي معاك نوصلك حتى لي علي اختك الشاب سي حسن شوفوا تاع عظيم 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 من الناس اللي رائعين في الخدمه الله يعطيك الصحه ندير بحال هكا باش يبان لي الضوء اجي الضوء اجي الله يسلمك الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك محسن اهلا كي داير لاباس عليك صحيح لاباس الله يسلمك اخويا يا بيه اتاي ما جبتيش شفتي دابا انا كون وصيتيني على شي حاجه كنجبتها الله يعطيك الخير شكرا انا عطيت الشاف شاف كويس داتاي جزاك الله خير يا شاف جزاك الله عليك جيت لي عندك تما شاف جاي نشوف ريزيرفاسيون اللي عندنا غادي تكون تما راه عندكم اللي كيفاش الدراري دليل الله يعاونهم الله يعاونهم ومرحبا بكم مره اخرى في هذا المنصب الله يعطيك الصحه سليم اسلم كي داير لاباس عليك احسن شويه ديال القضبان وديال الكفته
والحريرة طواجن الفطور، حيت دابا يا عزيز كيكون في الصباح وسليم كيكون في العشية. الله يعطيك الصحة، واش راك مبروكة؟ الله يبارك فيك.